18/1/2018 تاريخ متميز وصباح متميز. تقبلون معنا الساعة على الهواء في شمس البحرين ويا هلا مرحبا فيكم في حلقة الخميس. ومثل ما عودناكم حلقة نهاية الأسبوع دائما تكون خفيفة ومنوعة ومتميزة. صباح النور والتفاؤل والسعادة مشاهدينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. أما الحين خلنا نشوف لمحة من عناوين حلقة اليوم وراجعين مع الأخبار. تعتبر رقبة الإنسان من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض للإجهاد، وتتكون الرقبة من 7 فقرات عظمية تقوم بدعم الرأس. قد تصاب هذه المنطقة بآلام تأثر على قيامنا بالأعمال اليومية. غالباً ما تكون هذه الآلام نتيجة الوضعيات الخاطئة في النوم. يعد مهرجان البحرين تتسوق واحد من أبرز وأكبر المهرجانات الترفيهية على مستوى المملكة، حيث استقطب المهرجان أكثر من 21,000 زائر منذ انطلاقته في الأسبوع الماضي. يضم المهرجان هذا العام العديد من المطاعم والألعاب الترفيهية لتجمع الصغار والكبار. الورشة المتنقلة لتصليح الهواتف هي ابتكار متميز لشاب بحريني رغب في تطوير مشروعه البسيط بهدف تقديم خدمات سريعة تحافظ على خصوصية الزبون. هذه كانت اختيارات فريق إعداد شمس البحرين لحلقة اليوم، والحين نبتدي معاكم في قراءة أخبار جرائدنا المحلية. وأول خبر معنا اخترناه من صحيفة أخبار الخليج، حيث أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لافتتاح فعاليات معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 44، والذي تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار في الخيمة التي أقامتها الهيئة بجانب قلعة عراد بمدينة المحرق، ويشارك فيه 53 فنانا بأعمالهم الفنية. نعم، من صحيفة أخبار الخليج ننتقل إلى صحيفة الوطن البحرينية. افتتح الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ المحافظة العاصمة مهرجان البحرين للسيارات في نسخته الأولى في مملكة البحرين، والمستمر حتى 21 يناير 2018 في مرفأ البحرين المالي. نعم إيمان، من مهرجان السيارات ننتقل إلى موضوع آخر من صحيفة أخبار الخليج. انطلقت أمس أعمال مؤتمر مايو كلينيك لأمراض القلب والشرايين في نسخته 5 برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس اللجنة الطبية العليا المنظمة الفريق طبيب محمد عبد الله الخليفة، ومشاركة أكثر من 300 مختص واستشاري قلب منهم 150 من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى خبراء من مختلف الدول الأوروبية. نعم، وخبرنا الرابع رصدناه على صفحات الأيام البحرينية. نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر بأن الدفاع المدني وبالتعاون مع عدد من الإدارات الأمنية يتمكن من إنقاذ عمال عالقين بمصعد مؤقت للصيانة أثر اختلاله بسقوط جزء من سقالات بناء كانوا يستخدمونها في مبنى بالمنامة، والجهات المختصة قامت باتخاذ اللازم. نعم إيمان، وإلى خبرنا الخامس والأخير في هذه الجولة ولمحبي الأفلام طبعا، حيث دشنا فريق عمل فيلم طربال رايح جاي أول فيلم كوميدي بحريني مصري، وهو من بطولة الفنان علي الخرير، خليل الرميثي وأبرار سبت ونورة البلوشي وآخرون، ومن المقرر أن يعرض الفيلم للجمهور اليوم الخميس في صالات السينما. يعني يمكن حلو أحمد يعني في هذا الموضوع تحديدا في هذا الفيلم، من الفيلم كوميدي. نعم. بحث وجود الفنانين أكيد نوجه لهم تحية، علي الغرير وأيضا خليل الرميثي ونورة. نعم. البلوشي، أكيد هذا الفيلم راح يكون جدا جميل حق المشاهد إنه يحضر ويستمتع في أجواء هذا العمل. صحيح، والجميل أيضا إيمان في هذا الفيلم إنه هو تعاون ما بين مملكة البحرين ونجومها وأيضا نجوم مصر، فأحس يعني طاقة إبداعية راح نشوفها في هذا الفيلم، ونقول حق كل المشاهدين روحوا تشوفوا هذا الفيلم واستانسوا في هالويكند. أكيد النكهة الكوميدية البحرينية المصرية راح تكون موجودة في هذا الفيلم. مشاهدينا، مثل ما نعرف أن ألم الرقبة من المشاكل الشائعة في حياتنا اليومية، ويعاني الكثير من الناس من ألم الرقبة يتواصل للكتفين والعمود الفقري والمفاصل، وللأسف ما يعرفون سبب لهذه الآلام. يفسر الكثير منهم أن ما يحدث من هذه الآلام بيكون برد في العظام أو تأثير التكييف أو غيرها من المبررات، وتشير المراجع الطبية إلى أن أفضل وأول طريق العلاج هي معرفة السبب الكامن والصحيح عن طريق مراجعة الطبيب المختص. والاستشارية المختصة زهرة عيسى بتكون معنا في الاستديو عشان تشرح لنا بعض من مسببات آلام الرقبة، لكن بعد هذا التقرير. تعتبر
تعتبر رقبة الإنسان من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض للإجهاد، وتتكون الرقبة من 7 فقرات عظمية تقوم بدعم الرأس. قد تصاب هذه المنطقة بآلام تأثر على قيامنا بالأعمال اليومية. غالباً ما تكون هذه الآلام نتيجة الوضعيات الخاطئة في النوم أو الجلوس اللي تتسبب في التواء الرقبة، وممكن علاج هذه المشكلة عن طريق كمادات الثلج أو النوم على وسائد منخفضة. أما مشكلة تمزق العظام فهي تستوجب زيارة الطبيب، وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة. للوقاية من هذه المشكلات يمكن ممارسة تمارين خاصة بهذه المنطقة والقيام بتدليك الرقبة والتدرب على جعلها في وضع مستقيم. ومن بعد هذا التقرير تسعدنا استضافة الأخصائية زهراء عيسى عبد الله، اختصاصي علاج طبيعي. صباح الخير دكتورة، وحياك الله معنا. صباح النور، يا هلا فيكم. يعني دكتورة، عادة يتردد في الأوساط الطبية بأن الرقبة هي أكثر عرضة للألم وأيضا للمتاعب مقارنة طبعا مع فقرات العمود الفقري، فما هي الأسباب لهذه الألم؟ لو جينا احنا نفصل بالنسبة للفقرات العنقية واللي هي أصغر فقرات بالنسبة إلى العمود الفقري، هي الفقرات العنقية هي 7 فقرات قاعدة تحمل ثقل الرأس كامل. ثقل الرأس يعتبر 5.5 كيلوغرام. إنزين، احنا استهلاكنا في طول اليوم نستخدم هذه الزاوية في الرأس، في كلامنا، في حركتنا، في المهنة. من أهم الأسباب طبعاً إن احنا ما ناخذ الزاوية الصحيحة إلى الفقرات العنقية واللي هي قاعدة تحمل ثقل الرأس. مثال شنو مهنتنا؟ المهنة هي من ضمن الأسباب الاسترس، القلق، التوتر، البيئة النفسية السليمة إلى المريض. نعم. أوكي، هاي من أهم الأسباب. صحيح. نعم. يعني نشوف إن في بعض المرضى يشتكون بأن في آلام ممكن تكون مع تيبس منطقة الرقبة أو عند الكتف، فهل هذه الأمور أيضا تعتبر من الأسباب أو شنو هي الأعراض اللي ممكن تخلي هذا الآلام وهذا التيبس موجود عند الرقبة؟ أوكي، نرجع للقوام السليم. لو إحنا قلنا أن هذا القوام والزاوية انحرفت عن مكانها، وين الضغط راح يكون؟ راح يكون الضغط على الغضاريف أو الأقراص الغضروفية الموجودة ما بين الفقرات. نعم. لما يكون في تضاغط على هذه الأقراص راح يعطي أعراض بثقلة في منطقة الكتف. نعم. يجينا المريض يقول مثلا أنا أحس بثقل في منطقة الكتف، أحيانا يحسون خدران، تلميل، وخذ من الكتف إلى الأصابع، أحيانا تغير في اللون. مهم أن أخصائي العلاج الطبيعي يسوي تشخيص في جوال بالنظر. نعم. أشوف اللون، لون اليدين، المنطقة نفسها، منطقة الكتف فيها تورم، فيها احمرار، فيها نفخ، معناته في التهاب موضعي في المكان. نعم. يعني دكتور، احنا تكلمنا عن العديد من الأعراض التي قد يصاب بها مريض اللي يعني آلام اللي يعاني منها المريض. فدكتورة، شنو متى ممكن ان نبتدي في العلاج الطبيعي للمريض؟ فورا من تشخيص الطبيب المختص او طبيب المركز الصحي او الطبيب المتخصص بالمشاكل، مشاكل العمود الفقري، يجي لنا تحويل من الطبيب نفسه موجود في المشكله دايجنوستس التشخيص، ويبدا العلاج الطبيعي، يبدا اخصائي العلاج الطبيعي بتشخيص المشكله. عندنا في العلاج الطبيعي التشخيص مو شرط يكون اشعه سينيه، مو شرط يكون اشعه مقطعيه، نبدا بالتشخيص الإكلينيكي أو التحريك المفصلي، نتأكد من الفقرات، هل في ضغط، هل قاعد يعطي أعراض ضغط على العصب، هل قاعد في شد في المكان، مجرد بلمس المريض. قوة العضلة، سامحة. أهم شيء نتأكد من قوة العضلة. نعم. يمكن ذكرتي بخصوص يعني العلاج الطبيعي وشو ممكن يتم تشخيص المريض يعني في وجوده أثناء العلاج الطبيعي، لكن شو الأمور لازم يتجنبها المريض من أول ما يبتدي العلاج الطبيعي؟ هل لازم تكون قاعدته صحيحة، يتجنب مثلا شيء الأشياء الثقيلة، شو الأمور لازم يتجنبها؟ نقطة مهمة جدا اللي ذكرتينها. من أهم خطوة في العلاج الطبيعي هو وجود البرنامج اليومي اللي ينعطى إياه المريض من أول ما يدخل. نعم. من أول جلسة يطلع يكون عنده برنامج يومي، شنو الروتين اللي راح يلتزم فيه ويسويه المريض. أوكي. نعم. هذه حتى يكون عنده خطة ذاتية لنفسه يحتفظ فيها حتى لما يخلص جلسات العلاج الطبيعي. نعم. يواصل عليها، يكون عنده تمارين، يكون عنده أساليب الوقاية، تعليمات، طريقة النوم، وضع النوم، الوضع اللي لازم ياخذه جسمه. يعني مثال
لما أنا أطالع من السايد سكرينينج إلى المريض لازم ألاحظ أن وضع الأذن مع وضع الكتف في استقامة سيدة مثلا، من هاي الأشياء والتعليمات. فلما يليكم المريض ويطلب منكم العلاج، فشنو هي الخطة الأولية اللي ممكن تتبعونها مع هذا المريض؟ الخطة الأولية من بعد التشخيص نبدأ علاجه. هل عنده شد في العضلات؟ نعطيه علاج كهربائي، كمادة دافية. هل يحتاج إلى العجاج اليدوي، تحريك مفصلي على أساس مثلا لو كان عنده ضغط على العصب حتى احنا نرخي الضغط، حتى ديكومبريشن يعني نشيل الضغط الموجود على العصب بالتحريك المفصلي أو تحريك الفقرة نفسها. من ضمن الأشياء بعد التمارين، مهم هاي التمارين الشيء اللي راح يسويه بعدين هومو بروجرام يتبعه في البيت. يعني استاذة يمكن ذكرتي إن في تمارين هو يسويها في البيت، هل كل التمارين يقدر هو يسويها، أو أيضا كل الفئات ممكن يستعملون هذه التمارين، ولا في فئة ممكن تكون كبيرة في السن ما يصلح لها أي تمرين إنه هو يسويه في البيت؟ إيه فعلا سؤال مهم. التمارين طبعا لكل حالة لها تمارينها. في تمارين بسيطة، في تمارين تعدل من البوستشر، فكل شخص إلى تمارين مناسبة خاصة فيه، في تمارين تقوية، في تمارين استطالة، فكل شخص شنو الحالة مالته اللي تناسبه. يعني كل خطة تكون موضوع على حسب الحالة. بالضبط، كل خطة تكون مدروسة حسب الحالة نفسها، لكل شخص إلى حالته الخاصة والعلاج الخاص وبرنامجه الخاص وتمارينه الخاصة. وبلا شك الأهم يعني هو الاستمرارية في الجلسات العلاجية، فشلون ممكن تنظمون الجلسات العلاجية لهذا المريض؟ طبعا تنظيم الجلسات يعتمد على حاله المريض اولا، ثاني شغله بشكل يعني معدل متوسط مرتين بالاسبوع تكون بشكل كافي، ويستمر مده 6 جلسات 8 جلسات يعطي نتيجه، تعطي النتيجه يعني المفعول. نعم. يعني استاذه في الفتره الاخيره قمنا نشوف ان حتى الاطفال يعانون من هذه المشاكل للاسف، يعني للأسف. يمكن قبل ما كنا نشوف ان الاطفال يعانون من هالمشاكل فعلاً. في هالفتره وهالجيل وايد يعانون من هالمشكله. هل تعتقدين ان السوشيال ميديا او الاجهزه الذكيه اللي خلتهم 24 ساعه مجابلين الايباد او التليفون، ولا ممكن حتى نمط الحياه يعني غير صحي اللي يمشون عليه؟ بالضبط، السلوكيات اللي ناخذها في حياتنا من الاطفال حتى الشيخوخه، استخدام الهواتف الذكيه والايباد والايبود وهاي الامور كلها قاعدة تعطي نتائج سلبية على جسمهم، وبالذات على منطقة العنق، خصوصا العنق بالذات هي لأن هي اللي راح تكون مستهلكة. صحيح. أكثر الاستهلاك راح يكون من اليد حتى منطقة العنق. نعم. وإذا يعني المريض أهمل هذا العلاج اللي تقدمونه له، فشنو هي المضاعفات اللي راح تترتب على هذا المريض؟ من أهم المضاعفات لو المريض استثنى العلاج الطبيعي من البداية، طبعا الشد راح يزيد، القوام راح يسيء، الوضع العنق راح يكون متقدم للأمام أكثر، الزاوية راح تسيء أكثر، راح يؤدي إلى التضغط على الأقراص الغضروفية يعطي نتائج ضغط على عصب، احتمال ديسك، وبعدين لجوء إلى الجراحة. نعم. بلا شك يعني هي يعني مرحلة يعني إذا صار ألم في الرقبة فراح يأثر أيضا على الظهر. صحيح. راح يأثر أيضا حتى على القفص الصدري وتضيق في المدى التنفس، ويأثر يجيب استرس وتوتر واكتئاب وهذا. فمهم حتى تمارين الارتخاء، نسيت أقولها. تمارين الارتخاء والتنفس جدا مهمة إلى العضلات العنق. يعني استاذة في الفترة الأخيرة قمنا نشوف مثلا إذا أحمد تعالج يعني بالأدوية العلاجية الشعبية اللي قديمة يمكن متعودين عليها، أحمد يقول لي جربيها وأنا أجربها، فأنا ما ألجأ حق الطبيب، فهل أنت من المؤيدين بحيث أن احنا نسمع مثلا التجربة اللي نفعت مع أحمد تنفع لي أنا، أو ممكن حتى التداوي بالإبر الصينية أو بالأعشاب؟ فعلا الأبر الصينية أثبتت فعاليتها، وفي دراسات حديثة تثبت أن هي باتت يعني من ضمن حتى العلاج الطبيعي اللي قاعدين نستخدمها. أما التداوي بالأمور الشعبية والأعشاب هذه مو مصابنا كعلاج طبيعي، ما نستخدمها، ما لها علاقة. الطب البديل، هذا الطب البديل شيء ثاني. نعم. ودكتورة، هل طريقة النوم الخاطئة أيضا ممكن هي تأثر على الرقبة؟ دائما نشوف يعني الناس يقولون بأن احنا راقدين غلط فرقبتنا تعورنا. أكيد من أهم الأسباب وضع النوم بطريقة سليمة، وضع المخدة. دائما احنا نعطي المريض انستركشن شلون أنت تسوي البيلو مالتك في البيت. نعم. يعني استاذه لو بنتكلم عن في بعض اللزقات اللي يحطونها على الرقبه، يمكن احنا نشوفها دائما، يعني هل هذه ممكن تساعدهم ايضا في تخفيف الالام؟ اكيد تساعد في تخفيف الالام. في اذا في قصور في المدى الحركي، مجرد ان نحط هذه اللزقه بتكنيك معين بطريقه معينه، على طول حتى المدى الحركي تلاحظينه فرق.
فتخفف من الألم وتعدل من المدى الحركي إلى العضلة. نعم ودكتورة أيضا في أبر ممكن أنها تخفف من هذا الألم. أي هاي الأبر اللي من شوي تكلمت عنها اللي حين باتت أنها هي قاعدة تعطي فعالية ومفعول. نعم يعني ايضا في فتره اخيره قبل ما نشوف الكل لما رقبتي تعورني دايركت اقول بروح اسوي مساج يمكن يعني هذه الالام تروح وتخف. فهل تنصحين بان المساج يكون بعد الالم مباشره ولا لازم يلجؤون للطبيب عشان يشخص حالته قبل؟ يمكن ممكن هذه المساج ياثر على للاسف وايد اشخاص يجونا مساج تورم يتغير لون المكان، مره شفنا ازرق مره نافخ وتورم، فضروري مراجعه الطبيب. نعم. لازم مراجعه الطبيب اللي جوا للعلاج الطبيعي. المساج مو في كل شخص بفيد، ينفع مع هذا ما ينفع مع هذاك، فمهم انه يلجا بدايه للعلاج الطبيعي. نعم. المساج تاثيره مؤقت الى شخص سليم، يعطي ريلاكسيشن ارتخاء للعضله بس ما يعطي علاج، هو مو علاج. نعم. هو ريلاكس. نعم وبلا شك يعني البحوث والدراسات في مجال الطب مثل ما قاعد نشوف قاعد تتطور، فكلمنا عن اخر التطورات واخر الدروس بخصوص يعني علاج الرقبه. بما ان جينا على الاجهزه الذكيه، اخر منها بالدراسات اللي قريت عنها ان في 79% من الام العنق ترجع الى استخدام الهواتف الذكيه ما بين اعمار تتراوح من 18 الى 44. فاقول لكم ديروا بالكم وانتم تستخدمون هاي الاجهزه الذكيه على اساس ما تعطيكم نتائج عكسيه على جسمكم على العنق بالذات. يعني استاذة يمكن حتى احنا نقدر نقول ان اليوم نمط الحياة مختلف، والناس ممكن يعني تلعب رياضة وتشيل اشياء ثقيلة ممكن تأثر على رقبتها، او ممكن يعني حتى الرياضة تكون تأثر عليهم بشكل سلبا، فهل هذه ايضا الامور من اللي تسبب آلام في الرقبة؟ طبعا لازم يكون مدرب فني مختص في نفس المكان اللي راح يمارس فيه الشخص الرياضه على اساس يتفادى هاي المشاكل، لان الحين معظم الانديه الرياضيه يتواجد فيها فني متدرب الى اللياقه البدنيه. نعم. فمهم وجود هذا الفني. نعم. واي فئه عمريه هي اكثر يعني عرضه لهذه النوع من الالم دكتوره؟ نفس اللي قلت عنها تقريبا، يعني ما في عمر معين بس الاكثر 18 44. حتى الدراسه، خصوصا ان في وقت الدراسه ياخذ الطالب بوستشر يعني يكون انحناء. نعم. صحيح. ففي تكلفه على عضلات العنق. نعم. يعني اكيد احنا في نهايه هذه الفقره حابين تنصحين كل المشاهدين اللي قاعد يشوفونا شو الامور اللي لازم يتجنبونها عشان هذه الالام ما تاثر عليهم. صح. سلبا في النهايه اكيد. طبعا اول شيء كل شيء يبدا من الدماغ، فستريس حاله نفسيه، الصحه النفسيه لازم نراعيها نهتم فيها قبل كل شيء. نعم. من الصحه النفسيه راح نوصل الى جسم سليم ان شاء الله. بالذات العنق وايد مرتبطه بالتوتر والقلق، ديروا بالكم على البوستر مالكم، على وضع الجسم، القوام السليم للجسم، هذا وايد يلعب دور في شكل العمود الفقري. نعم. يعني اكيد احمد احنا بعد لازم نكون يعني نحط بالنا على هذه الامور، لان احنا بعد ممكن نتاثر فيها. صح. في مجال. صح. عملنا. اكيد نشكرك اخصائيه العلاج الطبيعي الاستاذه زهره عيسى، كل الشكر تواجدك حضورك معنا لليوم. العفو. شكرا لك. ايش رايكم مشاهدينا ننتقل لمدربنا الصباحي محسن خليل وراجعين مع باقي فقراتنا من شمس البحرين. صباح الخير مشاهدينا، اليوم نركز على استرتشات تساعد تراخي عضلات الكتف، الظهر والحوض. اول استرتش بيكون استرتش السكوربيون، ننزل في هالوضعيه، ننبطح على بطننا، نمد ايدينا، نرفع الريل، نحاول نوصلها يد المعاكس، نرجع نحاول نتم في الاسترتش 20 او 40 ثانيه، نتنفس عدل، نرخي العضلات، نبدل. ثاني استرتش بيكون الهيب اوبنر، نبطح على ظهرنا، نفس الشيء، نوصل ريل اليد، نتم فيها حق 20 أو 40 ثانية، نحاول نركز على التنفس، أول ما نخلص نرجع ريلنا، نمد ريلنا الثانية، نحاول ما نكفس ريولنا، وإذا في البداية وصلنا هني حد شيء عادي عقب فترة بنوصل ليدنا. حاولوا تسوون هالستريتشات 3 جلسات 40 ثانية. إن شاء الله استفدتوا، نشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة.
تتواصل مدينة مهرجان البحرين تتسوق في نسخته الرابعة وتسجل رقم قياسي منذ الانطلاق الخميس الماضي، حيث استقطبت الفعالية المقامة بخليج البحرين حتى أمس الأول أكثر من 21 ألف زائر من داخل البحرين وخارجها. تفاصيل مهرجان في هذا التقرير. يعد مهرجان البحرين تتسوق واحد من أبرز وأكبر المهرجانات الترفيهية على مستوى المملكة، حيث استقطب المهرجان أكثر من 21 ألف زائر منذ انطلاقته في الأسبوع الماضي. يضم المهرجان هذا العام العديد من المطاعم والألعاب الترفيهية لتجمع الصغار والكبار. طبعاً إحنا السنة غيرنا التاريخ عشان يتزامن مع عطل المدارس للبحرين ودول الخليج المجاورة. نعتقد هذه راح يعطينا دفعة جديدة، عندنا عدد أكبر من المشاركين من المحلات التجارية والمجمعات، الفنادق أيضاً انضمت لنا السنة كمشاركين في هذا الحدث، وربطنا الموقع هذه بما يتم صرفه في الأسواق حيث أنه يكون في فرصة لتجميع النقاط في المحلين، وعندنا عدد الجوائز أيضاً أكبر بكثير. احنا حاليا فاتحين لنا مشروع اسمه فلاب جاكس، هو بانكيكس، ميني بانكيكس، نستخدم فيه فليفرز جديده مثل البلاليط، التشيز كيك، السنابون وهاي الاشياء. المشروع 100% شبابي، لكل اللي قاعد يشتغلون داخل شباب هم اصدقائي. وايد فخورين ان نشوف مثل هاي الطاقات الشبابيه في البحرين، واحنا نقدر نكون قدوه لهاي الشباب، يشوفونا قاعد نشتغل ويروحون يطبقون هاي في بيوتهم. أنا شايف أن هالسنة وايد أكبر وايد أحلى، الحضور أكبر، حتى العام كان وايد حلو. أنا أساساً أحب البحرين وأحب أجيها، والحين فيها فستيفال كذي بعد أونس وأونس، ومتشوق إني أدش وأشوف شنو فيه، شكله وايد وناسة، والله يوفق الكل إن شاء الله. هاي المشروع اللي عندنا احنا اسمه وينكس جوديز، بنقدم اكثر من شيء مو شيء واحد، من ضمنهم الكوكيز، البراونيز، الترافلز، السويتس بانواع باشكاله، لان خبرك الحين الشباب يحبون السويتس، يحبون مثلا الكوكيز ما كوكيز، فهاي ليش نسوي لهم الخفيفه اللي اون جول يعني هو في يده يقدر ياخذها. للحديث أكثر حول المهرجان يسعدنا تكون معنا موجود اليوم ريم توفيقي، رئيسة العلاقات العامة السياحية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. هلا مرحبا فيك أستاذة ريم. يا هلا فيك. يعني أستاذة ريم ما شاء الله المهرجان صار لحين إيه هذا الأسبوع الثاني، ومنذ انطلاقة المهرجان ليه قبل يومين نشوف ما شاء الله الجمهور كبير قاعد يترددون على المهرجان، وفي إحصائية ذكرت إن أكثر من 21 ألف زائر لهذا المهرجان، هل كنتم متوقعين هذا العدد وهذا التفاعل والإقبال؟ الإحصائية من أقول لكم إن الحين ترى زادت عن 21 ألف، ما شاء الله 25 ألف زائر لحد الحين في مدة أقل من أسبوع من افتتاح المهرجان. نعم. ما كنا متوقعين الصراحة، يعني تخطينا الرقم قياسي في كم من يوم قصير. الحمد لله مثل ما ذكر سعادة الوزير أن المهرجان كان مخصص حق فترة الإجازات البحرينيين وإجازة إخواننا الخليجيين. نعم. فهاي الشيء دعم أنه يساعد في نسبة الزيارة اللي زادت نسبة الزوار. نعم. نعم. الجميل أيضا في هذا المهرجان أن الألعاب شملت الأطفال وأيضا الكبار قدروا أن يلعبون في هذه الألعاب، جمعة والأم والأبو والابن والأولاد كلهم في سقف واحد في مكان واحد. احنا بنتكلم عن الأطفال وعن فرحة الأطفال، كلمينا شلون شفتي فرحة الأطفال وحماسهم بهذا المهرجان؟ المهرجان مهرجان عائلي لجميع الأعمار، مثل ما شفتوا انتوا نورتونا وشرفتونا وشفتوا جميع الأعمار مستانسة. مثل ما ذكرنا قبل في مطاعم، في ألعاب للأطفال، في ألعاب للكبار، في
سينما، في مسرح، فكل الأنشطة اللي موجودة تتناسب مع جميع الأعمار هناك. فالمهرجان مهرجان عائلي، مهرجان للشباب، مهرجان للأطفال، كل مناسب لكل الأعمار. الأطفال يعني لين يدخلون مكان ما يبون يطلعون، أكيد تشوفهم يصيحون ما يبون يطلعون، خصوصا الألعاب الحلوة الموجودة. في ألعاب، فيها جوائز المدينة، فمثل ما تشايفين يون يتعشون يلعبون ويقعدون يشوفون السينما وأغاني وهاي. فالحمد لله في الأجواء حلوة عائلية مرحة، فالواحد اللي يدخل ما يحب يطلع، هو عائلته يعني، سواء كانوا عائلة مع أطفال أو أصحاب شباب. نعم. يعني الحلو فيه بعد إنه يعني صار هذا المتنفس لهم في إجازة عطلة الربيع. نعم. يعني أستاذة ريم، مثل ما نعرف إن حضروا أيضا مشاهير من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مثل بيبي عبد المحسن وحمد قلم وإبراهيم باشا وعبد الرحمن الدين، يعني ما شاء الله حضروا كثير من النجوم في هذا المهرجان. شلون شفتي تفاعل النجوم في حضورهم في هذا المهرجان؟ شلون شفتي فرحتهم بوجودهم في هذا المهرجان؟ إحنا دعينا المشاهير اللي ذكرتي أسامهم بعد أكثر، دعيناهم من قبل المهرجان إن يون حزة المهرجان البحرين وتشوفون المدينة وتشوفون البرامج الثانية اللي مصاحبة في المهرجان. نعم. فهما ما شاء الله عليهم وايد يحبون البحرين. وايد يعني ما كانوا يجاملونا يعني، إن فكانوا يون ومن قلب يعني مستانسين، وكانوا يعلنون عندهم في قنواتهم إن إحنا اليوم بنكون موجودين في مدينة المهرجان، ويونهم الناس يتوافدون من صح. من حتى من برا البحرين يولوهم خصيصا حق يشوفونهم ويصورون معاهم. والحمد لله ما قصروا معانا، شكرهم موصول لهم، ولك اختي ايمان انت معهم فما قصروا معانا، وان شاء الله بعد في العديد من الانفلونسرز جايين في الايام الجايه ان شاء الله. نعم، يعني استاذ شفنا زوار من البحرين وايضا من الخليج وايضا اخواننا من الدول العربيه، فهذا جدا شيء جميل. هل هالشيء كان مخطط بالنسبه لكم؟ طبعا احنا بالاخير احنا هيئه السياحه، من اهداف هيئه السياحه انها تستقطب الناس من برا البحرين يجون يزورون البحرين. ومثل ما ذكرنا ان المهرجان كان فتره المهرجان هي فتره اجازات اخواننا في الخليج. نعم صحيح. واحنا من دورنا بعد قمنا بجوله في الخليج لنستقطب زوار فيها الفتره. نعم. روجنا للمهرجان برا البحرين، ومن خلال مكاتب الهيئه السياحه خارج البحرين بعد تم ترويج المهرجان لهي الفتره بالضبط، والحمد لله نجحنا والعدد فيه ازدياد مثل ما انتم شايفين يوم بيوم. اكيد. يعني استاذ ريم، يمكن مدينه المهرجان هي مو بالفعاليه الوحيده اللي نظمتها اكيد المهرجان لتنظيم لهذا المهرجان وهذه السنه في النسخه الرابعه، في ايضا فعاليات اخرى في المجمعات التجاريه. يعني نشوف ايضا اليوم راح يكون هناك فعاليه جديده عند المجمع العالي. كلمينا شلون تم الترتيب لجميع هذه الفعاليات؟ يعني هذه الفعاليات مو بالشيء البسيط، ان انتم اكيد قمتوا بدور كبير ومجهود كبير، لكن هذه الفعاليات مو بالشيء البسيط ان ترتبونها بحيث صار الزائر يعني ما يتملل لما يروح للبحرين. اليوم مدينة المهرجان، بكرة راح تواجد في هذا المجمع والمجمع الثاني، لأن كل يوم فيه فعالية. فشان كان الترتيب والتنسيق لهم؟ إحنا عندنا فريق كامل متخصص بس لمهرجان البحرين للتسوق بقيادة سعادة الشيخ خالد بن حمود الخليفة. عندنا فريق خاص بس للمهرجان، واجه لهم جنود مجهولين. فنوجه لهم تحية خلال شاشتكم. فيتم الترتيب للمهرجان من بداية قبل كم شهر. عندنا مثل ما انتم عارفين 21 مجمع مشارك، فكل مجمع مشارك في البحرين نوفر له فعاليات مثل ما ذكرتي. فطيلة فترة الشهر غير عن مدينة المهرجان، في عندنا فعاليات مصاحبة لمدينة المهرجان. نعم. فكل مجمع عنده فعالية خاصة، وللجدول تقدرون تتابعونه في قنوات التواصل. نعم. شاب بحرين، او حتى الويب سايت مال شاب بحرين فيه الجدول يوم بيومه شنو في شنو الفعاليات اللي راح تكون متواجده في جميع انحاء المملكه. نعم. صحيح. ايضا جميل انكم في هذه المدينه قسمتوها الى اقسام، قسم للاكل، قسم ايضا للالعاب، فهذا طبعا سهلتوا الامور كثير حق الزوار من الخليجيين وايضا من البحرين. كلمينا عن هذه الناحيه اكثر. مثل ما ذكرنا اخوي، احنا في البدايه كان مهرجان عائلي لجميع الاعمار، فمن كذي قسمنا المدينه لعده أقسام. في عندنا قسم الاكل، في عندنا اقسام الالعاب، اقسام العاب للاطفال، اقسام العاب للكبار، وفي جميل. سينما، وفي محلات تجاريه مشاركه معانا، وفي ستيج كل ساعتين يتغير المغني، وفي عروض حيه. فكل شيء فيها المدينه، يعني المدينه متكامله الحمد لله، ف تناسب جميع الاعمار عشان الكل يستانس والكل يقضي كثر الوقت ما يقدرون. صحيح. يمكن الحلو بعد يعني استاذ ريم انه في تنوع كان في المطاعم المشاركه. صح. يعني يمكن كل اسبوع او كل ثلاثة ايام كنا نشوف مطاعم اخرى مشاركه، فسبب اهتمامكم بهذا التنوع يعني انه يكون موجود داخل المدينه؟
ما شاء الله حين البحرينيين ما شاء الله عليهم عندهم العديد من الأفكار. المطاعم هالأيام كل ماله ونشوف أفكار جديدة وحلوة. نعم. فإحنا بدورنا كهيئة السياحة نحب ندعم هالمشاريع البحرينية. صحيح. فكثر ما نقدر إحنا نحاول نستقطب الأعمال الجديدة وحتى القديمة المعروفة يعني. فتشوفين بين فترة وفترة يتغيرون المطاعم، فكثر ما نقدر إحنا نحاول نستضيف أكبر عدد ممكن من المطاعم عشان نرضي الجميع ونرضي جميع الأذواق. صحيح. عندكم مطاعم السيفود، عندكم مطاعم الشعبية، عندكم مطاعم تبيع برجرز. صح. في تنوع. في تنوع في المطاعم علشان نرضي جميع الأذواق. نعم. أيضا حمد غلم وهو على المسرح أعلن عن مفاجأة جميلة، وهي طبعا شقة مقدمة من برج معمار من شركة هاوس مي. تكلمينا عن هذه الجائزة. هذه الجائزة الكبرى مثل ما ذكرت حمد قلم مشكور ما قصر، هو اللي أعلن عن الجائزة. هي بتكون الجائزة الكبرى للمهرجان، مثل ما ذكرنا في المقابلة السابقة أن المتسوقين خلال المهرجان في المجمعات المشاركة بيدخلون السحوبات. إحنا كل يوم وترك عندنا سحوبات على السيارات، بس الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان بتكون هي عبارة عن الشقة اللي ذكرتوها. الجائزة بتكون كل المتسوقين بيكونون متأهلين إنه يدخلون على الجائزة. فإحنا لحد الحين أعلنا عن فوز 4 سيارات لحد الحين من بداية المهرجان. وفي سيارات اكثر جايه في كل اسبوع، في تقريبا 4 سيارات سحب. نعم. على 4 سيارات، وفي الاخير اخر المهرجان بيكون السحب الكبير على الشقه. يعني ما شاء الله 20 سياره يعني موجوده طوال الشهر، يعني نقدر نقول يوم وتارك ممكن تقريباً شخص يفوز بهذه السياره. بنتكلم عن جوله التذوق من ضمن ايضا الفعاليات اللي نظمتها مهرجان بحرين تتسوق هذه السنه وكل سنه طبعا، هي جوله التذوق. شلون شفتي التفاعل في هذه الجوله؟ شلون شفتي وجود هذه المطاعم ممكن ساهم في انه يستقطب الكثير من الزوار عليها؟ السنة من ناحية المطاعم المشاركة كان الإقبال جدا 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 ممتاز، فيعني قدرنا ناخذ 41 مطعم في أسبوع. نعم. فالحمد لله هي يعني يثبت لنا النجاح الجولة التذوق اللي طافت السنين اللي طافوا. فعندنا 41 مطعم مشارك، في الويب سايت مالنا فيها أسامي المطاعم كلها. المتسوق أو الزائر للمطاعم يقدر يجرب المنيو الخاص بالمهرجان. نعم. يعني كل مطعم مشارك عنده منيو خاص في المهرجان، وأول ما يجربه على طول يدخل السحب على نيسان بترول آخر المهرجان. يعني حلو أحمد، ناكل ونحصل سيارة إن شاء الله. تاكلون وتتسوقون وكل شيء فيه سيارة. كل شيء ما شاء الله، وتشون السينما كل شيء. طبعاً أيضاً من الفعاليات المصاحبة مدينة التزلج اللي راح تفتتحونها إن شاء الله اليوم خلف مجمع العالي، كلمنا عن هذه المدينة. مدينة التزلج هي نفس المدينة اللي سويناها من قبل سنتين في نسخة ثانية من المهرجان، والسنة في شركة الشكر واصل لشركة موتيفيت هي اللي مرتبة الموضوع السنة، فحبوا يسوونها في مجمع العالي ضمن مهرجان البحرين للتسوق. فالمدينة بتكون ابتداء من اليوم من تاريخ 18 ل 18 فبراير يوميا من الساعة 4 ل 10 من 4 ل 12 في الويكند. ومثل ما ذكرت في مجمع العالي، بس اللي في مثل ما يقولون مواقف سيارات اللي ورا. نعم. يعني استاذ ريم ما شاء الله نشوف اقبال كبير، يعني بخصوص كل الفعاليات اللي تقيمونها، يعني في المجمعات نشوف ما شاء الله يعني الزوار كثير يترددون، ونشوف ايضا في مدينة المهرجان. ما حسيت ان اليوم يعني البحريني صار انه انا اليوم بروح المجمع، انا اليوم بروح المدينة، ما حسيت ان والله احنا قاعد نسوي، والله الفعاليات كانت جدا فيها اقبال، اليوم احنا وصلنا حق الهدف اللي نبي البحريني او الزائر من خارج مملكه البحرين يستمتع بهذه الفعاليات. اكيد هاي هدف من اهداف الهيئه مثل ما ذكرنا في البدايه، ان نحرك البحرين، نجيب السواح من برا البحرين، والبحرينيين هم يستانسون فيها. فغير مهرجان البحرين للتسوق بنخلص منه، في عندنا مهرجانات جايه كثيره. صحيح. من تنظيم هيئه السياحه. فكونوا متابعين لنا علشان قريب ان شاء الله بنعلن عن مهرجانات قادمه ان شاء الله لطيله فتره السنه ان شاء الله. يعني اكيد فعالياتكم كثيره، واحنا اكيد نستمتع بحضورنا. صحيح. لهذه الفعاليات. انا بتكلم عن حفل غنائي اللي ان شاء الله بيكون تاريخ 25. يعني العام انا شخصيا حضرت الحفله، كان للفنان حسين الجسمي والفنان اسماء المنور، كانت حفله جدا جميله من ناحيه الترتيب، من ناحيه الحضور، من ناحيه الاقبال على هذه الحفله. هالسنه نبي نتكلم عن الحفله، من الفنانين اللي راح يكونون موجودين فيها ويشاركون في هذه الحفله؟ الحفله مثل ما ذكرتي اختي ايمان، في العام كانت حسين الجسمي واسماء المنور من تنظيم شركه روتانا. نعم. شركة نوروتانا رتبوا ونظموا الحفلة كامل من خلال مهرجان البحرين للتسوق، إضافة للفعاليات اللي عندنا إياها. نعم. وبسبب النجاح الحفلة اللي طافت العام، فقرروا يسوون حفلة ثانية السنة، وكان أسامي أنغام ومحمد عبده إن شاء الله بيكونوا متواجدين الأسبوع الجاي في فندق الخليج، والتذاكر مطروحة على أونلاين.
ومن بكره ان شاء الله التذاكر بتنباع في فندق الخليج. نعم. جميل، شنو حابه تقولين للمشاهدين اللي قاعدين يتابعونا عن هذا المهرجان؟ اولا حبيت اشكركم واشكر تغطيتكم ودعمكم الدائم من بدايه المهرجان المتواصل، وحابين ندعو المشاهدين يشاركونا المرح في مدينه المهرجان. مدينه المهرجان اخر يوم لها تاريخ 27، فاللي ما زرنا يقدر يزورنا للحين في وقت. وعندنا مثل ما ذكرت اخت ايمان عندنا نعم. العديد من الفعاليات في المجمعات المشاركه، حلبة التزلج وحفلة محمد عبده وأنغام، فشاركونا المرح إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. كانت موجودة معنا في هذا اللقاء ريم توفيقي، رئيسة العلاقات السياحية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. نورتينا وكل الشكر لك. شكرا للتغطية. شكرا لك. بعد تفكير طويل وعميق لتطوير مشروعه وبصورة ذكية وعشان يتمكن من خدمة أستاذ، أكيد بر شريحة من المجتمع توصل شاب بحريني لفكرة مميزة وتعتبر الفكرة الأولى من نوعها في مملكة البحرين. نشوف قصة اليوم ومن بطلها في هذا التقرير. الورشة المتنقلة لتصليح الهواتف هي ابتكار متميز لشاب بحريني رغب في تطوير مشروعه البسيط بهدف تقديم خدمات سريعة تحافظ على خصوصية الزبون. إن نواجه مشكلة إن لما تقول للزبون مثلاً اللي يجيك بكرة راح يجهز تلفونك أو عقب ساعتين أو عقب ثلاث ساعات يتشتت ما يرضى يقول لك لا أمبي الحين، وأنت في النهاية يعني قاعد تشتغل يعني باقات، يعني في النهاية أنت ما تقدر كل شيء تسويه في نفس الوقت. فهذا الهدف يعني إحنا كنا يعني الهدف من المشروع إنك تسوي خدمة سريعة، خدمة سريعة إن يعني إحنا خدمتنا كلش بسيطة، تتصل فينا أنت فوين، تطرش اللوكيشن، يجونك يصلحون تلفونك، انتهى الموضوع. فكنا يعني كان الهدف أو الشيء اللي رحنا لهذا المشروع إن الناس ما قاعدة تستغني عن التلفون، وخصوصاً العنصر النسائي. يعني العنصر النسائي في مشروعنا احنا واجد يفيدهم، لان مثلا عندهم خصوصيات في تلفونهم فما يبون يودونا محل. انت لما تدخل السياره راح تلاقي لا تلاقي في المحل راح تلاقي في السياره من كل مستلزمات الصيانه. يعني شنو عندك مشكله في التلفون احنا نقدر نحلها داخل السياره. مشكلة الوقت أعتقد كانت هي أكبر مشكلة عندنا. الهدف الرئيسي من هذا المشروع أن أنت تقدم خدمة مميزة في سرعة وجيزة. فكثر الضغط صار عندنا شوي مشاكل، بس مع الأيام ومع الخبرة ومع هذا تقدر تمشي على سيستم معين، بحيث أنك مثلاً كل يوم ترتب لك مناطق أو الأوردرات اللي تجيك. تعرفين البحرين صغيرة تقدر ترتب أمورك. احنا عندنا هدفين، الهدف الحالي ان احنا نقدم خدمه سريعه مميزه في اسرع وقت ممكن. في عندنا على المدى الطويل ان شاء الله ان احنا نوفر اكثر من سياره، تتوزع هذه السيارات على المحافظات في البحرين. اشتغلوا وجاهدوا راح توصلون ان شاء الله، ما في شيء صعب. مو الماده كلش مو اهم شيء، اهم شيء طموحك انت وتقدم فكره جديده وتتوفق ان شاء الله. تنظم شركة بابكو فعالية اليوم العائلي ضمن أنشطة وبرامج أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2018، وذلك في حلبة البحرين الدولية وبرعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط ورئيس مجلس إدارة بابكو. وللحديث أكثر عن هذه الفعالية ينضم لنا في الاستديو المهندس إبراهيم عبد الله طالب، نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط البحرين بابكو. صبحك الله بالخير وحياك الله معنا. صباح بالخير، السلام عليكم ورحمة الله. وفي البداية أحب أتقدم بالشكر الجزيل لتلفزيون البحرين، جميع القائمين عليه في الحقيقة في حلته الجديدة، ولبرنامج شمس البحرين ولكم شخصيا على الأسلوب المتميز في تغطية الفعاليات
في مملكتنا الحبيبة بالوجه اللي فعلا يظهرها بمكانتها اللائقة بها. شكرا لك وهذا أكيد واجبنا. في البداية أحب أن أسألك شو اللي يميز أسبوع الصحة والسلامة والبيئة لهذه السنة لشركة بابكو عن السنوات السابقة الأخرى؟ بدون شك شكرا على سؤالك، جدا سؤال مهم، بس أنا بغيت بعد إذنك أروح يعني بالنسبة حق الهدف. تفضل. الهدف من الأسبوع البيئة والصحة والسلامة واللي ينتهي باليوم العائلي الترفيهي للبيئة والصحة والسلامة. فمثل ما ترون دائبة بابكو منذ إنشائها منذ أكثر من 80 عاما على أن تكون بالإضافة إلى دورها كالمساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني أن يكون كذلك لها دور موازي في الأهمية في الشراكة المجتمعية. صحيح. ومن هالمنطلق في الحقيقة دائما بابكو كان لها اسم بابكو والسلامة وجهان لعملة واحدة. صحيح. فمن هذا المنطلق كذلك وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك مفدى في التنمية المستدامة. التنمية المستدامة جدا شيء مهم، لأن الصناعة علشان تكون مستدامة يجب أن تلتزم بالبيئة والصحة والسلامة. فترجمة هذه الرؤية للقيادة الرشيدة وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة نتج عنها الكثير من الفعاليات. نعم. وأسبوع صحيح. البيئة والصحة والسلامة من أهم الفعاليات. نعم. الهدف والرؤية واضحة بالنسبة لنا في كلمتين فقط اللي هي نحن نهتم. نعم. We care. فإحنا دائما يعني هذه كانت معانا لمدة سنين والكل في بابكو وبرا إن شاء الله يعرفونها. نعم. نحن نهتم، نحن نهتم بالموظفين، بالمقاولين، بعائلاتهم، بالبيئة المحيطة بنا وبمعداتنا. فيعني هذه احنا نقدر نقول تدرج عندنا. هدفنا الأساسي أن كل موظف ومقاول يرجع في نهاية كل يوم عمل إلى أهله وأحبائه بأمن وصحة وسلامة، وأن تكون كذلك أن يكون أهله وأحبائه في أفضل صحة وسلامة. من هذا المنطلق جاءت هذه الفعالية. نعم. فهذه الهدف الرئيسي من الفعالية. نعم. يمكن ذكرت الهدف الرئيسي وذكرت ان انتم تهتمون يعني بالموظف وتهتمون بالفرد وتهتمون بالجميع. نبي نتكلم عن ابرز المواضيع اللي تناولتوها في هذه الفعالية. طبعا يعني المواضيع بس بغيت اروح وراء. احنا طبعا الفعالية يعني بدأناها في 1983 ف 35 سنة حين 35 سنة يعني بدأت بخيمة صغيرة بالقرب من مطعم المصفاة وكانت تعطي نصائح حق المقاول والموظفين. ونتيجة للتحسين المستمر في أداء في بابكو في كل شيء الحمد لله شوي الحين وصلنا يعني تطور هذا الشيء. فإحنا تطورنا حين علشان نغطي مجموعة من المواضيع. المواضيع تشمل البيئة والصحة والسلامة، الصحة المثالية، إعادة التدوير، الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة، ترشيد الاستهلاك، طبعا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمناطق المصفاة والعوالي والخزانات، وعندنا التسويق يعني فرع التسويق جدا كذلك فرع مهم اللي وياه. كذلك احنا نقوم ب يعني عدد من الفعاليات الخارجيه مع المجتمع بصفه عامه. فعندنا نوعين الفعاليات الخارجيه، فكان عندنا فعاليتين في الحقيقه للمجتمع البحريني بصفه عامه. الاوليه كانت مشاركتنا سابقا في عن طريق خيمة نخول. نعم. في النشاط الصيفي وحضرها يعني صحيح. كان عن تسع كان في قبول جدا كبير. نعم. على خيمة نخول وأيضا على هذا النشاط تحديدا اللي قدمته. نعم. كان في الله يسلمك تسع ورش عمل هناك. نعم. وكان في يعني استضاحات وكان جدا تركيز على الأطفال. صحيح. لقت استقبال مثل ما شفتي. نعم. أختي العزيز. نعم. تلتها بعد ذلك في عيد الأضحى المبارك فعالية عندنا في السيتي سنتر ركزت بعد كذلك على الجمهور والمواطنين والمقيمين وحضرها أكثر من 25,000 زائر ما شاء الله. ما شاء الله عدد كبير. نعم. يعني فإحنا الهدف الأساسي إنه نشر الوعي في أمور البيئة والصحة والسلامة، لأن ما من شيء أنبل في الحقيقة. نعم. يعني من أنبل الأهداف إذا أنت قدرت تحسن من صحة أو بيئة أو سلامة. نعم. أي شخص ف. هذا لا يقدر بثمن. نعم. فهذه المواضيع اللي إن شاء الله إحنا بنغطيها، وهذه طبعاً إحنا أسبوع البيئة والصحة والسلامة من تاريخ 14 إلى 20. نعم. فإحنا في الحقيقة إحنا اليوم يعني في تاريخ 18 بديناها من تاريخ 13. نعم. إلى أقول إلى 20. نعم.
طبعا بدينا احنا في تاريخ 13 يناير بنحاول نكون قد ما نقدر قريب حق يعني البيئه وثقافتنا البحرينيه. ففعاليات سولف وتمشى مثل ما يقولون. فبدأناها من نادي بابكو في العوالي إلى منتزه سمو الأميرة سبيكة في العوالي كذلك. والقصد منها نشر التوعية والصحية وأهمية ممارسة الرياضة كذلك. بس كذلك احنا قلنا سولف أهمية التواصل بين الأشخاص كحوائل. وحضرها ما شاء الله ما يربو على 1300 شخص. وكان فيها عدة فعاليات كذلك داخل المنتزه حق الأشياء الثانية. فهذه اللي كانت خلال الأسبوع وبتنتهي باليوم الترفيهي في تاريخ 20. يعني أستاذ وماذا وشنو هي الطريقة اللي من خلالها أنتم تختارون هذه الفعاليات والأنشطة؟ هل هنالك لجنة مختصة بهذه الفعاليات؟ أستاذ الحديث أخوي أحمد شكرا أن تعطيني الفرصة ألقي الضوء على هذا الشيء، لأن هذا الشيء جدا شيء مهم. الترتيب حق شيء مثل هذه الفعالية اللي تقام مرة كل سنتين ياخذ له تقريبا سنه كامله. فاحنا في لمده سنه كامله كان عندنا لجنه رئيسيه من 20 متطوع، وبعدين كان في لجان فرعيه، فعدد الاشخاص اللي اشتغلوا عليها متطوعين في الشركه 160 شخص. فهذه اللجنه يعني تطالع المواضيع بصوره في الحقيقه نمطيه. لما اقول نمطيه طالع اول شيء داخل الشركه وما هي الإصابات اللي مثلاً اللي يمكن عانيها، هل إصابات اليد، هل إصابات الوجه، وإحنا لاحظنا مثلاً إصابات اليد. هذه من ناحية. من ناحية ثانية نطالع شنو الأشياء اللي تهم المجتمع اللي بحرنا. نلاحظ مثلاً الحين الأجهزة الذكية، اللوحات الرقمية، نطالع التلفونات وتأثيرها على آلام الرغبة. صحيح. مثل ما قالت كانت وياكم الدكتورة زهرة، أستاذة زهرة ويانا العلاج الطبيعي، وتأثيرها على المجتمع. رقم اثنين، رقم ثلاثة، نطالع التواصل بين الأفراد، لأن التواصل يعني يؤدي إلى دور كبير على السلامة. الصحة ليست صحة الجسم فقط، ولكن صحة كذلك البال يعني الفكر. فمتى ما كان الشخص عنده نقدر نقول وقت يقضيه مع بيته، احنا مثلا عندنا فعالية يسمونها الخميس الونيس. صحيح. يعني شو تقول؟ تقول لك ان الشخص شنو الشخص لازم يفكر قضاء وقت اكثر مع عائلته. نعم. يسوي ريلاكسيشن اكثر وتركيز على الاكل الصحي وما شابه. متى ما يشتغل يكون هو هناك سعيد، يشتغل امان وسلامه، وكذلك ينتج انتاجه اكثر. صحيح. فيعني هذه الطريقه اللي نتبعها في ان احنا نستنبط الفعاليات. يعني استاذ انا شخصيا كنت احضر بعض الفعاليات اللي تقيمها شركه بابكو الصحه المثاليه، اللي دائما هي تركز على امور جدا مهمه حق المجتمع، مثل منها امراض السرطان، الله يبعد الشر اكيد عن المشاهدين، والسكري وغيرها من الامور. يعني شيء حلو لما تشوف شركه تهتم بفعاليات تخص هذه الفئه من المجتمع. شلون شفت التفاعل اللي كان موجود؟ يعني انا شخصيا شفت التفاعل، بس انا بشوف شلون شفت التفاعل والردود الافعال والتجاوب ايضا من الحضور والزوار لهذه الفعاليات اللي تقدمونها. شكرا على سؤالك. التفاعل صراحه بالذات في برنامج الصحه المثاليه، ومثل ما قلت اختي يعني احنا تشرفنا بوجودك، واحنا شكرك يعني تاكدي ان وجودك كذلك وجود تلفزيون البحرين وجودك كان له تاثير كبير في توصيل الرساله. هذه احنا اللي نبي ناس توصل رساله لما تفاعل. يعني انت لما شركتي وتسوي شيء مو بحق الشركه حق فائده معينه. صحيح. فالناس يعني ترى مدى الاخلاص ومدى الهدف النبيل اللي انت جايه، فالاقبال يكون كبير. احنا اخترنا امراض العصر وما شابه، لكن كذلك اخترنا الاشياء الثانيه مثل ما قلنا، الاشياء ان الناس يمكن تكون ستريس في بعض الاحيان. صحيح. تحت ضغط العمل، تحت الاشياء، فالتركيز على الصحة النفسية، ان نخلي الاشخاص ان شنو هو وقت مثلا الاسترخاء، شنو طرق الاسترخاء، طرق اليوغا، احنا عندنا يعني دروس لليوغا. فكل هالاشياء هذه لقت اقبال منقطع النظير. فالحقيقة احنا جاتنا شركات من داخل البحرين، بس اللي اغرب من ذي جاتنا يعني وتواصلت معانا يعني مؤسسات عالمية. أنا أتكلم عن مؤسسات عالمية كبيرة يعني في الصناعة. نعم. لأن هذا البرنامج الصحة المثالية عندنا يعتبر يعني برنامج رائد. نعم. ليس على مستوى البحرين. نعم. وليس على مستوى الخليج فقط، ولكن على مستوى العالم العربي. طبعا
طبعا يعني الكثير يبون ياخذون منه، واحنا في الحقيقه يعني نفكر حتى نسوي براند عندنا هذا الشيء، لان نبي نفيد ونستفيد في الحقيقه. نعم، وشلون ممكن تغيم الفئات المستهدفه من هذه الانشطه اللي تقدمونها؟ يعني احنا الله يسلمك، اول شيء بعد اذنك ابي بس نتكلم بالنسبه حق اليوم، اليوم العائلي. نعم تفضل. طبعا واقول لك عقب شلون التقييم يكون، لان يكون خلاله. سلام. نعم. نعم. عندنا احنا طبعا هذا الاسبوع البيئه والصحه والسلامه مثل ما قلنا من 13 إلى 20، لكن في يوم 20 وبرعايه معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفه بن احمد ال خليفه سيفتتح اليوم العائلي الترفيهي. واليوم العائلي الترفيهي طبعا يكون موجه الى الموظفين والمقاولين وعائلاتهم. نعم. وهناك كذلك جهات حكوميه وغير حكوميه وبعض. نعم. الشركات التي تعني بامور البيئه والصحه والسلامه. هذه بيكون هالمره بتكون شيء مميز مختلف جدا. اول شيء انه بيكون في جناح ضخم للاطفال يتناول يعني الامور اللي تهم سلوكياتهم وتهم البيئه والصحه والسلامه. نعم. هذه من ناحيه، فهذه يعني بيكون جدا كبير. ثانيا بيكون عندنا 40 جناح، والفكره من هالجناح اللي فيها عن طريق المقاولين والشركات والجهات الحكوميه ان الموظف والمقاول عائلته يمرون عن طريق كل جناح ويكتسبون معلومه. صح. او يروحون عن طريق مسابقه. جميل. او ياخذون تول اللي يستعملونها البريسلت او شيء او سكراتش كارد. نعم. يطلع بشيء لتذكره، لان خلينا نكون واقعيين، إذا جيت أنا وقلت لكم والله ترى لا أنت لازم تكون صحي، لازم تكون سليم، المادة جافة ترى. صحيح. نعم. المادة جافة، فحين إحنا نجيبها بطريقة تفاعلية وتجاوبية، من كذي لقينا الاستحسان الكبير. نعم. في الحقيقة. فهذه بيكون إن شاء الله، وطبعاً بتشمل يعني في سحوبات كبيرة من هناك وأشياء يعني موفرينها حق الموظفين وعائلاتهم، وطبعاً في الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية وإدارة المرور وإدارة الدفاع المدني التي تعتبر بالنسبة لنا الداعم الأكبر، وإحنا على اتصال معهم، واللي هم اللي يحافظون على مكتسبات وطننا في الحقيقة. نعم. وخصوصا يعني زميلي سعادة العميد عبد العزيز العامر اللي له ولمنتسبي الدفاع المدني كل الشكر والاحترام في الحقيقة، يشاركون معنا ليس في البيئة والصحة والسلامة لكن في جميع المحافل. أنا. فلهم كثير الشكر، جزيل يعني الشكر والله. استاذ انا يمكن انت ذكرتي على الفعاليه واكيد حمسنا وحمست المشاهدين. نعم. اللي حاب انه يشارك او يحضر هذه الفعاليه. أكيد. شو ممكن تكون طريقه المشاركه في هذه الفعاليه؟ والله ان شاء الله مثل ما اقول احنا يعني المشاركه بالنسبه حق الجمهور، احنا كان عندنا نخول. نعم. وكان عندنا سيتي سنتر. نعم. هذه المشاركه يعني احنا تركيزنا على الموظفين والمقاولين وعائلاتهم والجهات الحكومية هذه. طبعا احنا وزعنا الدعوات لهم هنا، فهذه بتكون لهم، وفي المستقبل ان شاء الله بيكون حق الجمهور والجمهور والمجتمع البحريني بعد مساهمات. نعم. اكبر ان شاء الله وبندعيهم ان شاء الله، بس هذه تكون يعني في حلبة البحرين الدولية. نعم. وبتكون مركزة على الموظفين والمقاولين وعائلاتهم، ونتوقع حضور لا يقل عن 25,000 زائر في الحقيقة. نعم. فإحنا يعني عدد كبير من الزوار، وأكيد يعني إحنا نشكركم أنتم يعني شركة تهتمون بهذه النوع من الفعاليات اللي يمكن تهم المجتمع البحريني وتهم جميع أفراد المجتمع. صح. وتهم الأطفال أيضا بأنهم يثقفون في مثل هذه الفعاليات. طبعا كان معنا في هذا اللقاء المهندس إبراهيم عبد الله طالب نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط البحرين بابكو. نشكر حضورك تواجدك معنا لليوم. الله يعطيكم الصحة، ومرة ثانية أشكركم على هالتميز هذه وبرنامج شمس البحرين، وأكد لكم كذلك أن أن بابكو إن شاء الله ماضي قدما بإذن الله في من إن شاء الله إلى الأحسن، وخططنا إن شاء الله تطورية، ودائما بكون في خدمة مملكتنا الحبيبة في ظل وبناء تطلعات القيادة الرشيدة. نعم. وإن شاء الله بدعم من معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد، وأشكركم مرة ثانية وجميع المشاهدين. ودائما كونوا بسلام وأمان وصحة وعافية إن شاء الله. شكرا لك. وبشذي تكون خلصت حلقتنا مشاهدينا في شمس البحرين، وخلصت ساعتنا معاكم. نلقاكم يوم الأحد بمواضيع جديدة ومتميزة. إجازة سعيدة ومع السلامة. مع السلامة.